فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الجوار، والمقصود بمنزلة الجوار جوار الله عز وجل جل جلاله، وهي منزلة رفيعة عالية لا تعدوها منزلة من منازل الإيمان. والمقصود بذلك أن الله عز وجل يجير من استجار به من عباده الصالحين. واللفظ الجوار في العربية مأخوذ في الأصل من المقاربة في السكنة من الجار، ولذلك قيل للذي يعتكف ببيت الله الحرام مجاورا، فلان كان مجاورا بالمسجد الحرام مجاور، وكني عدد من العلماء بجار الله نظرا لإقامته بالمسجد الحرام أو حواليه يعبد الله عز وجل، فكأنه ساكن إلى جانب بيت الله، وبيت الله عز وجل مسجده الحرام، ثم المساجد كل المساجد على وجه الأرض، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن الجوار المقصود هو معنى أدق من هذا وأعمق، فالمجاور في الحقيقة لله هو من سكن في حمى الله عز وجل، في حماه أي في المكان المحمي من لدنه سبحانه وتعالى، من حمي بسلطانه جل وعلا، فذلك قد أحرز منزلة الجوار من الاستجارة. وكانت العرب في الجاهلية كما كانت في الإسلام تجير من استجار بها، فالإنسان المستجير هو الذي يطلب الحماية، حينما يفقد الحامي يقصد أعز القوم فيطلب حمايته، فإذا طلب حمايته حماه وأعلن في الملأ أن فلان قد استجار بنا فهو جار لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجير من استجار به، قد أجرنا من أجرت كما في الحديث، وأجاز الله عز وجل في بداية أمر الدعوة بمكة للمسلمين المستضعفين أن يستجيروا بالكفار في مرحلة ما قبل الهجرة، فكان ضعاف المسلمين يستجيرون ببعض الكفار ممن لهم صولة وسلطان في قبائل العرب، فإذا أعلن الإنسان أن فلانا ما قد استجار به وإنه قد قبل جواره، فمعناه أنه لا يجوز لأحد حينئذ أن يتعدى عليه أو أن يقترب منه بأذى، فمن فعل ذلك فمعناه أنه قد تعرض أو عرض نفسه للبلاء وللحرب من لدن من أجار ذلك الضعيف المستجير. هذا أصل الكلمة في الاستعمال ديالها العربي. المؤمن الحق هو الذي يطلب جوار ربه إذا أيقن يقينا بأن الله عز وجل عزيز جاره، من استجار بالله فقد عز، عنده عزة ومكانة ومنع، ومن استجار بغيره فقد ذل. لو كان الناس يبصرون حقا لكان جوار الله عز وجل أعلى المطالب التي يطلبونها، ومن أجاره الله عز وجل فلا مؤذي له بعد ذلك أبدا. واعلم أن الأمة كما في حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجار الله عز وجل عزيز إذن، ولذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا إبليس اللعين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، ولفظ العباد ها هنا فيه إضافة بالياء، ياء المتكلم، الضمير يعود على ذات الله جل وعلا، لما قال سبحانه وتعالى عبادي إن عبادي
معنى ديالو هادو ديولي، ماشي ديولك ولا ديول شي حد. فأضاف العبادة إلى ذاته بياء المتكلم الحاضر غير الغائب، هادو ديولي، ومعنى ذلك أنهم في مناعة، يعني في واحد الحصن عالي رفيع تواحد ما يقدر يقرب أنا إلي، لأنهم محميون محفوظون في السماء قبل أن يحفظوا في الأرض. والمحفوظ اللي محمي ومحضي، المحفوظ هو من حفظ في السماء وليس الذي حفظ في الأرض. شحال قدك ما تحضي في الأرض، قدر الله كيجي من الفوق سبحانه وتعالى. ولذلك اللي محضي من الفوق هو اللي محضي، ما عند البلا منين يدزلو، لأن البلا كل جميع أنواع البلاء تنزل من السماء. فمن حفظ في السماء فقد حفظ في الأرض وفي السماء. ومن حفظ في الأرض فقط، إيش معنته؟ معنته أن الناس حضينوا ولا هو حضي راسه. من حفظ في الأرض فقط ولم يحفظ في السماء فذلك هو المعرض للهلاك وللبلاء حقا. ولذلك ما محضي غير اللي حضاه الله سبحانه وتعالى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الاستعاذات بالألفاظ ديالو عليه الصلاة والسلام، حال مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والأحاديث كثيرة اللي كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذات. واحد المرة نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، باش نزل عليه، نزل عليه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ورد في الحديث أنهم اللي نزلوا عليه عليه الصلاة والسلام هادوا بجوج ما بقاش يستعمل الاستعاذات اللي بكلموه هو عليه الصلاة والسلام، لم يفتأ بعد ذلك يستعيذ بالله بهاتين الصورتين. والاستعاذة المعنى ديالها طلب الجوار، كطلب الحماية من الله عز وجل، وكطلب الجوار ديال الله عز وجل كيدخلك في حماه سبحانه وتعالى ويحميك جل وعلا. وإنما المؤمن الذي أيقن بهذا يقينا ولم يغش فيه ينال، قلت في البداية، أعلى مقامات الإيمان، أعلى مقامات الإيمان، وهو مقام الولاية، كما في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا هو الجوار، هذا محمي، هذا مسكن في حصن من حصون الله، وفي قلعة من قلاع رب الكون محمية. فاللي مشى يجبد العداوة مع مثل هذا معناه أنه جبد العداوة وجبد على رسول حرب مع رب الكون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولكن قلنا اللي طلب الجوار كي تعطاله، ولكن يوفي بحقه، لأن الجوار عقد، عقد ميثاق، عهد، كونترا، عهد بينك وبين رب الكون سبحانه وتعالى، بينك وبين الرحمن الرحيم مالك الكون مالك السماوات والأرض، ميثاق إلى وفيت به تكون آنئذ مستحقا لذلك الجوار، وإلى خنت تطرد من الجوار وتوكل إلى نفسك. يقول لك دبر رأسك، توكل إلى نفسك. وكيفاش توفي بحق الجوار؟ حق الجوار أنك لما تطلب الاستعاذة بالله من شر ما خلق تعول على هذه الاستعاذة، ما يجيك شك فيها، لأنه إلى جاك شك فيها معناه أنك قد خنت التوحيد، لأن من أعلى معاني التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الله عز وجل بالتوجه إليه رغبا ورهبا، أنك تعتمد عليه وحده، وحده سبحانه دون سواه. واحد الصحابي رضي الله عنه فقد تيب عنه، تاب عليه الله عز وجل في واحد الحالة ديال ضعف الإيمان، طلب الجوار ديال الكفار في الوقت اللي تحرم الجوار دياله بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. أحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط لغزو الكفار في قريش من المدينة، وهذاك الإنسان هو رجل مسلم من الصحابة، ولكن بنادم ضعيف، جاه الوسواس البالو أنه خاف يمشي وينهزموا المسلمين في ديك المعركة، ثم
هو عنده البيع والشراء في مكة، عنده أموال ديالو، عنده أملاك ديالو، خلاها من اللي كان مهاجر وبغى يدير للناس ديال قريش، يدير لهم شي حاجة زوينة باش لا استولاو على الأموال ديال المهاجرين وصادروها يحترموا له ديالو، فبغى يدير فيهم شي خير. هو كيكتب واحد الرسالة كيعطيهم التفاصيل ديال الأمر العسكري السري ديال النبي صلى الله عليه وسلم، هاش كيوجد هاش كيوجد هاش كيوجد، وعطاه المرأة توصلوا إلى قريش، مرأة كافرة. هذا خطاب كتاب رسالة ديه له. طبعا الله سبحانه وتعالى كشف الأمر ديال هذا العمل، وذلك أن الله عز وجل أخبر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل، نزل سيدنا جبريل وقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه واحد الرسالة غادية قبطة الطريق، أتفضح الخطة العسكرية ديالكم غادية عند الكفار ديال قريش، أرسل من يوقفها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا علي، قال له سير راها مرأة ضعينة، الضعينة هي المرأة، راها مسافرة غادية في الطريق على رجليها من المدينة إلى مكة توصل الخبر، وراه الرسالة عاقصة عليها الشعر ديالها، دايرة الضفاير ديال الشعر ودارت الرسالة فوق الرأس ديالها وفتلات هذاك الضفاير على الرسالة وخيطت الشعر ديالها على الرسالة وغطات الرأس ديالها وقبطت الطريق، والحق عليها سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه وقبطها في الطريق، قبطها في الطريق وقال لها يا امرأة أعطيني الكتاب الذي عندك. قالت له ما عندي من كتاب، نكرت، ما يطيحلهاش على البال هي أنه المسلمين يسيقوا الخبر، وما يطيحلهاش على البال طبعا أنه هذاك الرجل، لأن الفكرة بينها وبين مول الكتاب، ما يمكنش مول الكتاب يمشي يفضح راسه يقول هاش درت، فإذا أنكرت. قال لها أعطيني الكتاب، والو ما بغيتش تعطيه. قال لها أعطيني الكتاب إنه في عقاص شعرك أو رأسك، وراها المكان في الدائرة وعندت مع ذلك. قالت له ما عندي من كتاب. طيب قال لها أعطيني الكتاب ولا غادي نفكه بيدي وإلا أخرجته بيدي. ثم قالت له إليك عني، أدير وجهك أخرجه لك. شوف سبحان الله العظيم، كنقرا هذه القصة كل مرة كنتذكر المأساة اللي وصلت لها المرأة المسلمة ديال هذا الزمان. هذه المرأة اللي كتكلم كافرة وبغات تعري الراس ديالها، قالت له دور وجهك عليا باش نجبد الكتاب باش ما يشوف لها شي شعرها. على الأسف الشديد العرب في الجاهلية كانوا متبرجات النساء ديالهم، ولكن ماشي لهذا المصيبة اللي وصلنا لها. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذه ما هو تبرج الجاهلية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. يعلم الله سبحانه وتعالى اش من درك من الفساد والانحراف وصلت إليه أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. فالله سبحانه وتعالى يدوي الحال شي اللي كاين، أما شي ما كيعجبش. فعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه دور وجهه فعلا وجبدت الكتاب وعطاته له ورجع به لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذاك الصحابي، قال له ما الذي حملك وما حملك على ما صنعت؟ شو العامل اللي خلاك تدير هذا الشيء هذا؟ الصحابي ما عنده ما يكذب، هذا الوحي. قال له يا رسول الله هل اعطل عندي أموال تم عندهم، فأردت أن أصنع لهم معروفا يعرفونه لي، وقت أخرى نعول عليهم نحتاج ليهم نلقاهم معايا ما يضيعوا لي شي رزقي. فعمر بن الخطاب بغى يقطع له رسول، دعني أقطع أو أضرب عنقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من المجاهدين اللي شاركوا في معركة بدر حاطب. قال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا أو اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذاك رجل مؤمن ولكن تصب واحد الحالة ديال الضعف ديال الإيمان في لحظة من اللحظات. ولذلك قلنا هذه المنزلة ديال الجوار منزلة عالية بزاف رفيعة، لأن المؤمن عليه أن يوقن اليقين التام أن اللي يحمله الأموال دياله حقيقة وهو الله عز وجل، ما يقلبش من بعد ما يكون طلب الحماية من رب العالمين، ما يقلبش على الحماية ديال الخلق في معصية الخالق، ما تقلبش على الحماية ديال الخلق في معصية الخالق. يعني واحد الحماية كتطلبها من الخلق من بنادم ولكن مشروطة، أشنو هي الشروط؟ هي أنه غادي تفرط
في حق من حقوق الله عز وجل، باش تكون محمي في مالك أو في متاعك أو في أي أمر من أمورك. إذا كنت طلبت الحماية من الله وعول على الله تكون لله جارا، وإذا مشيت طلبت الحماية بعد ذلك من غيره فمعناه أنك قد خارمت العهد ونقضت الميثاق، فلا حماية لك من الله ولا حماية لك من الخلق، لأن اللي ما حماش الله ما غاديش يحميه بندم، كما في الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من الآثار ديال الحماية الشعور بالأمن النفسي، شي واحد اللي مأمن ومحضي من الأشياء اللي كتكون عنده كيحس بالأمان في نفسه، الأمان في النفس ما كيعطيه إلا الله عز وجل، واللي ما أعطاهلوش الله ما يعطيهلوش بندم، لأن الإحساس بالأمن أمر وجداني قلبي. ولذلك شحال من واحد سبحان الله العظيم حتى حاجة ما كتضره من ناحية الواقعية، حتى حاجة ما كتأديه، كنشوفوا هذا النوع في المجتمع، ولكن ديما فيه الخوف، ربي ما عطاهش الأمن، موسوس كيخاف من ضلو كما نقول، أي حاجة وقعت قدامه كيأولا تأويل سيء، يقول هذه بغي يديروا لي شي حاجة، هذه ضدي، هذا كيشوف فيا بغي يضربني بالعين، هذا كذا هذا كذا، كيعيش واحد الحالة رعب دائمة مستديمة. فين كيمشي؟ كيمشي للشرك، ويطلب أنا إذن جوار من لا جوار له، قلب على الكهان والصحراء والدجالين، هذا يكتب له الحروزة، هذا يدير له، هذا يدير له، واحد الحالة ديال الرعب دائمة والعياذ بالله، لأن اللي ربي عز وجل ما عطاش الأمن ما كيف تعطاه، ولا معطي لما منعت، واللي عطاه له ما كينش اللي يقلعه إطلاقا. ابن تيمية رحمه الله لما كانوا كيتكرفصوا عليه المنافسين دياله في الزمان دياله وسببوا له مشاكل سجن بها وعذب بها، كان كيقول واحد الكلمة عجيبة، ماذا يريد أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، والراحة ديالو عنده هنا لداخل، ماشي في الفراشات وفي الفيلات، ما عندوش الراحة في داكشي، جنته في صدره، أنا سجني خلوة، هكذا كان يقول، إلى سجنه راه مع الله سبحانه وتعالى، والخلوة فضاء للأنس. شحال من واحد كيقلب عليه وما كيلقاش، شحال من واحد مطلوق الصراح وكيقلب على واحد اللحظة يجلس مع مولاه اللي خلقه ما كيلقاهاش بسبب دورته في الأشغال والأعمال والمتاعب والأمور ديال الدنيا، الليل يرميه للنهار والنهار يرميه للليل، ما كيلقاش لحظة كيف كنقولوا يتسنط لعظمه كيلقاهاش، وخا يشريها بفلوس ما يلقاهاش. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى هذا في القرآن الكريم، قل إنما أعظكم بواحدة، دواء وحدة تحلك المشاكل ديالك، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذه فيها الخلوة لمن يتدبر ويبصر الآيات، لأن الله عز وجل قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله ماشي توقف، هذا غلط في فهم العربية أولا، فهموا عاد كيف ما مقلوبة، وإنما القيام لله أن تتفرغ له، فهي حركة وجدانية قلبية لا بدنية. القيام لله هو واحد التفرغ ديال البال لله عز وجل، ماشي بالبدن ديال، قد يتبعه البدن وقد لا، لأن شحال من واحد كيقول أودي غادي ندير أنا واحد الخلوة مع الله عز وجل ويمشي لشي جبل، ولكن الوسواس ديال الدنيا تبعو لتم، تال فاش دار في الحساب الفلاني، واش دار مشكلة مع فلان، هذه ماشي خلوة، هم الدنيا تبعو، صداع الناس باقي معاه، وشحال من واحد مغطوس في وسط الجماعة ديال البشر، وهو ماشي معاهم مع الله، هذا في خلوة مع الله. أن تقوموا لله، هذا هو القيام لله، مثنى وفرادى. العدد في القرآن حسب البلاغة العربية أحيانا يقصد به العدد وأحيانا لا، تقصد به الكثرة أو شيء من هذا القبيل، ولكن من السياقات التي يقصد فيها العدد العدد هذه الآية مثنى وفرادى. لو أنه أراد شيء آخر علاش ما قالش ثلاثة وما قال شيء خمسة أو سبعة التي تدل في كثير من الأحيان على العدد الكثير، السبع والسبعون والسبع والسبعون، لأن أقل الجمع في العربية بثلاثة كيبدأ، أقل الجمع في العربية يبدأ بالثلاثة، والمثنى
ملحق بالمفرد، الجوج كتميل للواحد، ولذلك للمثنى صيغته الصرفية والنحوية الخاصة، ما هوش مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك في الحديث: المسافر شيطان، المسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة أركبون. مسافر واحد غادي بوحده شيطان، بمعنى أنه الشيطان غادي يستحوذ عليه، واثنين تاهما الشيطان يستحوذ عليهم، يقدروا يتفقوا بجوج على الجريمة، والثلاثة جماعة، ويد الله مع الجماعة. ولذلك قال: والثلاثة ركبون. يندب الأمة، هذا من الندب، كيندب الأمة ويشجعها باش اللي بغى يسافر مسافة طويلة يمشيوا ثلاثة على الأقل، يؤمرون واحدا منهم ويسافرون، لأن الجماعة قوية والشيطان من الجماعة أبعد. شاهد عندنا علاش ربي عز وجل قال اثنين واحد في هذه الآية؟ إلا بغيت تكون مع بالك، ما يصدعك حد، اللحظة ديال الخلوة تصنط الخاطر ديالك لداخل، تكون بوحدك، تكون بوحدك باش تأمل همك مع مولاك اللي خلقك. كيفاش تأمل الهم ديالك مع مولاك اللي خلقك؟ يعني تشوف ما طلبه منك خالقك، ما أنجزت منه وما لم تنجز، ما حقوق الله عليك وما هو استعدادك لإنجاز تلك الحقوق، وما مضى من عمرك وما يكون قد بقي، ألك متسع لقضاء الفوائت من حقوق الله، أم لك متسع لقضاء البواقي من حقوق الله واللواحق من حقوق الله. وكيمتحن الإنسان نفسه مع نفسه، لأن ما كاينش اللي يشرح النفس ديال بنادم قد مولاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكذلك المؤمن في الدنيا كفى بنفسه، على نفسه حسيبا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وما فيها بس أن تنظر شخصا آخر، أنت واحد والتاني من خلانك، يعني الصحاب ديالك الحقيقيين اللي يسترع لك وتبين له العيوب ديالك، إذا كان من أهلي الأمان والأمانة، وكان من أهل النصح والصلح والصلاح، ويعاونك على نفسك. وإلا داز الأمر اثنين للثالث كيولي فضيحة. ولذلك قالوا: السر إن جاوز الاثنين شاع، من اللي تكون القضية غير بيني وبينك، إلا سالت إما أنت إما أنا، واحد فينا متقوب، إما أنت إما أنا. أما لما كتوصل ثلاثة صف، هذاك هو الجمع في العربية وفي العرف البشري والاجتماعي. فالقيام لله تفرغ وجداني وخلوة يحققها الإنسان مع ربه، عسى أن ينال بها جوارا، وكيشوف فعلا نفسه هل هو أهل لذلك الجوار، أم أنه الحقوق ديال مولاه مازال معلقة ومازال هو ماشي أهل لذلك الجوار. ولذلك فإنه يعمل ويجهد من أجل تحقيق ذلك المعنى، لينسب إلى الله، لينسب إلى الله عبودية، لأن قوله عز وجل: عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا تركيب إضافي مضاف ومضاف إليه، والمعنى ديال الإضافة في النحوي وفي الواقعي معنى ديالها النسبة، يعني هذا ديال هذا، هذه ديال الإضافة، هذا ديال هذا. عبادي يعني هادو عبيد ديال الله، والعبيد اللي دياول الله حقيقة ماشي دياول الشيطان، فهم يكتسبون من الله عز وجل صفات العزة والمنعة، لأن يعني الله عز وجل عزيز، عبيدك يكون عزاز. الله سبحانه وتعالى يمنع الشياطين من أن تقترب من سمائه، وكيكون العبيد دياله ممنوعين من الشياطين أن يقتربوا منهم، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، ممنوع شي واحد يقرب. ويقذفون من كل جانب، فسماء الرب عز وجل ممنوعة من أن يقترب إليها الشياطين، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب. المؤمن عايش في الأرض، نعم ماشي في الملأ الأعلى، في البدن دياله كيمشي في الأرض،
ولكن عنده جوار ديال الملأ الأعلى، عنده الراية فوق داره، فوق داره الراية ديال رب العالمين. زمان كانت فتن في البلاد العربية والإسلامية قبيل الاستعمار، كانت الفتنة وكانت البلاد ما تبع السلطان بشكل قوي وبشكل صارم. كانوا الناس، وهذه موجودة في الفتاوى والنوازل المغربية كثير، كانوا الناس كيحتميوا بالدول القوية حسب زعمهم. شي واحد اللي خايف على رسول كيطلع الرايه ديال روسيا مثلا فوق الدار ديالو، ولا ديال الالمان، ولا ديال الفرنسيس، ولا ديال البرتقيز، حد ما يقدر يقرب له بعد. وعلى هذاك راه تابع للالمان. العبد لله حقا كيرفع الرايه ديال رب الكون، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا الشيء خصو غير اليقين، يكون عبدا لله. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وربي عز وجل لما تدير اليقين فيه كيصرف في الحماية ديالك الجنود اللي ما يطيحوا ليك على بال وما يطيحوا على عدوك على بال نهائيا. ما كتعرف العسكر ديال سيدي ربي منين يدوزلو، قد يمر عليه أو إليه عبر بدنه، يطلع له العدو ديال مولانا من البدن دياله ويجري له في الدم دياله مرضا هالكا مهلكا أو خوفا مدمرا مزلزلا او خصفا. داك الشيء انت في نهايه المطاف ما ترفد له هم، لانه شغل مولانا، هو الذي تكفل بحمايتك وبحفظك ان كنت قد احترمت الجوار. غير احترمت جهتك، لا تؤتى من جهتي، الكونترا اللي بينك وبين ربي لا تخل بها من جهتي، حضيها انت وربي تعالى راه ضامن لك انا اذن الحمايه. ومن عجيب الاستعاذه بالله هاتان المعوذتان، صورتا الجوار الحق اللي طلب الجوار الناس مع الأسف. وكنقولها مرارا، كنحقروا شحال من آيات وصور، كنقولها ودي هذه وكيحفظوها الدراري الصغار في المسجد. إيه سبحان الله العظيم، أولا تدري أن ذلك كلام الله عز وجل، كلام الله ما فيه شي حاجة خفيفة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، غير دير فيها أنت اليقين بأنها كلام الله، وأنك تستعملها حجابا حقيقيا يحجبك بإذن الله من كل أذى، تكون بعد ذلك من الآمنين. ولما تأمل هاتين الصورتين تلقى فيهم العجب. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. على السيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزلت عليه هذه هي، والناس ما بقاش يستعمل ما كان يستعمله من استعاذات نبوية ملهمة، لأنه وجد هاتين الصورتين حاسمتين قطع الطريق على إبليس وعلى كل شر ما عنده منين يدوز. الفلق ما غاديش نفسروا الآن الآيتين والصورتين بشكل مفصل، ولكن نعطيه إضاءات باش نعرفوا العمق ديال هاد الصورتين شحال غارقين، عمق الامتداد ديالهم قد الكون كامل اللي ما تقدرش بخيالك تخيله وتستوعبه. الفلق هو الفجر، عنده أسماء كثيرة، ولكن تعطت له هنا هاد السمية لكونه يفلق، يعني يفرق بقوة. الفلق هو التهراس، يقولوا مفلق في راسه، ذكرى عربية فصيحة قديمة بقيت سري في الدارجة ديالنا اليوم، مفلق تضرب بحجرة ولا بحديدة حتى سال الدم. فكذلك نور الصباح الأول يكسر الظلام، كيضرب الظلام ديال الليل وكيهرسه بالضوء ديال الفجر. الفلق علاش جات؟ لأن السيف ديال الله عز وجل اللي كتقلب عليه انت باش يحميك غادي يفرق بينك وبين الأذى بهاد القوة، كيبقى بينك وبين الأذى أنا إذن صور عظيم من نور الله، ما بقيش يقدر يقرب لك. النور ديال الفجر اللي الله سبحانه وتعالى نسبه لنفسه ربوبية، يعني خبرك بأنه هو رب الفلق وأنت تستعيذ برب الفلق. ورب الفلق رب النور ديال الفجر هو مولاه، وكتقول يا مول هذا النور ديال الفجر احميني. علاش كتطلب مولاه؟ لأن مولاه محكم فيه، فهو يؤتيك من نوره سبحانه ما يفلق بينك وبين كل باطل وبينك وبين كل أذى، ويحميك من الظلمات ديال الخوف وديال الهوس بالنور دياله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل
من شر ما خلق. وهنا واحد الالتفاتة عجيبة في العربية، ما كيقولوا في العربية ما تدل على غير العاقل ومن تدل على العاقل، بينما هذا ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق اللي عندهم العقل وخلق اللي ما عندهمش العقل. واللي بنادم كيخاف منه عادة، كيخاف الإنسان عادة من اللي عنده العقل، ماشي كيخاف من الجبال ومن الحجر، كيخاف إما من الإنس أو من الجن أو من الحشرات أو من الحيوانات، يعني من ذوات الحياة. وأعلى ما يؤذي من ذلك الجان والإنس، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ما اللي هي لغير العاقل. علاش؟ لأن ما كما أنها تدل على غير العاقل تدل على الجهالة. يعني أنت كتطلب الحماية ديال ربي منين؟ كتقول أودي في خاطرك تقول الجن الإنس الحيوان كذا، شحال قدك تحسب؟ تحسب حتى تعيا. وخلق ربي ما كيتسالش، لا تستطيع أن تعد ما خلق الله من دواب لا في الأرض ولا في السماء. هذيك من ما تكفيش، من ما تكفيكش للتعبير، كتحتاج لواحد التعبير اللي يشمل اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. فكتطلب الحماية من الله عز وجل، كتطلبها من الله، من من اللي تعرف ومن اللي ما تعرف، واللي ما تعرف أكثر بكثير مما تعرف من خلق الله. أنت لا تعرف من خلق الله إلا القليل القليل القليل، وخلق الله أكثر من أن يحصيه الإنسان. ولا تستعيبه أنا إذن إلا ما دل على الجهل من شر ما خلق، شد من الأرض حتى السماء مما علمت أيها الإنسان ومما لم تعلم. منين بقي يجيك البلاء؟ ما بقات له طريق. فإذا كيعطيك ربي بها الأمن والأمان في القلب ديالك وفي الخاطر ديالك. والله عز وجل يستجيب لك إن قرأتها بصدق، لأنها دعاء، هدرها دعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت تحتاج إلى إعداد إيمان بين يدي هاتين الصورتين، الفلق والناس. إيمان اللي هو الميثاق، هو الجانب ديالك أنت، ما تخونوا ما تخرقوا. وكما أن ما تدل على الجهالة فهي تدل على الظلمة أيضا، إن الحاجة اللي ما كتعرفهاش وما كتشوفهاش كتجيك ظلام ظلام. فأنت إذا استعذت برب الفجر من الظلمة، لأنه يفلق اليوم ليله عن نهاره، واستعذت به من ظلمة الجهالة المحيطة بك من الخلائق، ثم كتجي ظلمة أخرى ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل المظلام ما فيه لا قمر لا نجوم، غاسق الليل يعني العمق دياله الظلام الشديد. والوقب هو بحال شي خيمة رابت على مالها، الظلام اللي كي يخيم ويريب على الناس، ما بقي حد يشوف حاجة أخرى من الأشياء أو من الأحياء. والليل بهذه الصورة مخيف بكل الإمكانات التي يمكن أن تقع فيه، فتستعيذ بربه الذي خلقه والذي يملك زمام التصرف فيه أن يعيذك. أشياء يعيذك يعني يديرك في الجوار دياله، أنت من دياوله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أنت شيطان غادي تشيطن في المشيطنين، هادو ماشي ديالك ما توصلش ليهم، هادو محميين من السماء من الملأ الأعلى، محميين بملائكة الله وبمقادير الله يحفظونه من أمر الله. وحفظ رعاية كونية ربانية عالية رفيعة ومتاحة لكل مؤمن. راه كل صباح في باب الدارك عندك الحامي، ينعبروا عليه بالفرنسية المدرجة القرد كور ديالك من الملائكة، ولكن إلا طلبته، إلا ما طلبته ما يمشيش معك، كطلب مولاه اللي خلقه طبعا، وهو أن تذكر دعاء الخروج. خارج دير دعاء الخروج بسيط، كلمات مروي بروايات من أبسطها وأسهلها، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيكون أنا إذن على يمين بابك ملك يحمل راية، وعلى يسار بابك شيطان يحمل راية. إلا أنت درت دعاء الخروج هذاك الشيطان يخنس كيضرق كيدوب،
والملك كيهز الرايه فوق راسك وكيقول كفيت ووقيت، صافي انتهى النهار ديالي، ما كاينش اللي يمسك النهار كامل حتى تعود الليلة الى بيتك. وماشي غير حمايه من الاذى بالمعنى المادي، حتى بالمعنى المعنوي، يعني لا جا الشيطان يوسوس لك دير هاد المفسده، سرق هاد السرقه، خود هاد الرشوه، دير هاد الجريمه، كيقول لك اتق الله، هاد الملك ينبهك وتولي تعود ترجع لله عز وجل. واذا كان الملك ما تبعكش لانك غفلت عن ذكر الله، الشيطان هو اللي كيرفع الرايه وكيقول باللي راه داك النهار انت ديالو، ما بقيتش داخل في الايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ديك سارك ديال ابليس فين ما كانت شي عميه قدامك يقول لك زيد ليها ويقدمك ليها. فاذا المؤمن حينما يستعيذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد يكون محميا حقا بجوار الله عز وجل. النفاثات من النف، وهو النفخ مع شيء من البصاق، نفث في الشيء يعني بصق فيه بواحد النوع ديال النفخ، وهو فعل الساحرات والكهان. النفاثات في العقد، يديروا العقادي والصراير والرزامي باش يسحروا عباد الله. فأنت تستعيذ بالله من شرهن تكون من المحميين بإذن الله، لأنهم ما كيضروا حتى واحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، هذاك على حسابهم، ولكن انت كتكون محمي. وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله، فأنت تكون من المستثنين لما كيوصلهمش الأذى بحماية الله لك. ومعلوم أن الساحرات عادة ما يعملن في الظلام، والسحر نفسه أظلام، والعمل ديال الساحرات بالظلام، وانت بديت بالفلق بنور الفجر الذي ينسخ به الله عز وجل ظلمة الخلائق ما خلق، وظلمة الليل الواقب الغسق، وظلمة الشياطين والساحرات، وظلمة الحساد، لأن القلب ديال الحسود قلب مظلام، ومن شر حاسد إذا حسد. فصورة الفلق طلب للجوار بمعناه النفسي وبمعناه المادي، لأن الأذى المتوقع والمستعاذ بالله منه في الصورة فيه ما هو نفسي وفيه ما هو مادي، ولكن صورة الناس هي طلب للجوار النفسي، لأنها تتعلق بأمر يقع بالقلب وبالباطن فقط. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا ما فيهش جانب مادي نهائيا، كل نفسي، غير في خاطرك انت الداخل. شحال من واحد يقول ايوا يمكن نقول نفسي مع الشيطان لانه امر غيبي، ولكن بنادم راه قال من الجنة والناس، حتى الناس، حتى الناس في هذا السياق جايين بالمعنى النفسي. كيف ذلك؟ الوسواسة هي شيء يقع بالقلب، ما كتخليكش تدير شغلك في خاطرك، تثير فيك التردد والحيرة، وأكبر شيء يدمر الأعمال التردد والحيرة. بغيت شي حاجة تفشل ما تنجح جاي، دخل مولاها التردد في خاطره والحيرة، عمره ما ينجح في شغله. فالتردد والحيرة إما أن يصاب بها الإنسان بسبب وسواسة الشيطان، وهو أمر نفسي، يعني كيجي من النفس الداخل، إبليس أو القرين الشيطاني يوسوس لك، يخليك تخيل بأنه مشكل كاين بهذا الشكل وبهذا الشكل، وهو ما كاين والو. أو إنسان، الإنسان مادة وروح، هو بنادم، ولكن هو كيفاش يوسوس لك الإنسان؟ كيجي ويلوح لك كلمة وكيمشي في حاله هو، فين بقى المشكل؟ فودنك بقات هذيك الكلمة تما، فين ما بغيت دير شي حاجة كتجي لك ديك الكلمة وتخربق لك الشغل. ما بقاتش هذيك الكلمة أنا إذن هي بنادم، هي ولات شيطان. ديما كيبقى الإنسان واحل مع الكلام اللي قال له فلان، عنده يكون بالصح وكيبقى فتنك ومتلفك، رغم أنه هو ذلك الذي وسوس لك وألقى إليك ما ألقى، ربما يكون قد ناسي ما قال، وانت كتبقى واحل مع ذيك الكلمة اللي قال لك.
وربما في بعض الأحيان الإنسان كيقول لك كلمة هو قاع مع قصد، ولكن أنت لأنك عندك قابلية الوسواس تتحول كلمة ذلك الإنسان عندك إلى وسواس، ويعمق آثارها السلبية في نفسك الشيطان آنئذ والعياذ بالله. ولذلك دواؤها الشافي الكافي قل أعوذ برب الناس، لمن أيقن أنها شفاء. وإلا دخلك الشك فيها شنو قالك؟ حال حاطب بن أبي بلتاعة قال عندها القضية ما تكون شاية فيها الربح ويخسروا المسلمين. هكاك يوقع الإنسان عندها تكون هتقول أعوذ بربي الفلقي ما تكمل لي شيء الشغل عندها نمشي نعول عليها ونصدق صاف تما مشيت. فشرط الله عليك اليقين في أن هذا العلاج ترياق قاطع فلق فاصل كالسيف بين الحق والباطل. المؤمن لينال ذلك عليه أن يتعرف على ربه باش يستطع الإنسان يطمئن لهذا المعنى، لأننا كنقلبوا كاملين على الاطمئنان. خصك تعرف موله هذا الشيء موله، لأنه علاش الإنسان كيطمئن؟ كيطمئن من اللي كيشوف بعينه، كيطمئن يعني باغي شي مصلحة تقضيها عند شي حد، يقولوا ودي فلان غيقضي لك الشغل. ما كتكذب ما كتصدق، ولكن كتبقى شاك من اللي يلاقيوك به ولا تشوف شغل ديالو بعينك اش كيدير وكيفاش الناس كيحترموه وكيبجلوه وكيخافوا منه وكذا، تما كيبان لك فعلا بان هذا يقضي لك. او معلم بابسط الامثله، كان يجيب لك معلم كيقول لك اودي هذا معلم غيخدم لك هذه الصنعه، هذيك الساعه يمكن يقضيها يمكن ما يقضيها. ولكن ملي كيوريوك الخدمه ديالو في الدار الفلانيه ولا في البلان الفلاني ولا الشغل الفلاني كتشوف على عين كتهنى تقول هذا معلم. ولذلك باش يحصل لك اليقين، انت علاش كي تبغي يحصل لك اليقين؟ لانك لما كتطلب الاستعاذه تطلب الجوار تحس بالامن والسلام وتعرف بلي راك تهنيت انت آنئذ محمي، ما كاينش اللي يقرب لك. باش تعرف بانه ما كاينش اللي يقرب لك لما كتعرف بان الذي اعتمدت عليه واستجرت به هو اقوى واكبر من كل شيء. خصك تشوف على عينك ان تعبد الله كانك تراه، خصك تعرف من المعرفه هذا الذي تستعين به. وكيف تعرفه؟ تعرفه بالسير اليه، قاش قاعد في موضعك وتعرفه، تحرك ان تقوم لله قيام وجدان نفسي مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والسير إليه سبحانه وتعالى يكون في الرخاء، من اللي تكون الدنيا مهنية عندك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اجعل حياتك أيها العبد سيرا إلى الله عز وجل على كل حال، فإنك إن عرفته حقا عرفك. تعرف، مطلوب منك أن تتعرف على مولاك الذي تستجير به، لأنك إن عرفت قوته ومنعته وعزته جل وعلا، إن عرفت ذلك كله وجدت الأمن والسلام والراحة في قلبك. لأن لما تقول ديك الساعة قول أعوذ برب الفلق كتعرف بمن استعذت، قول أعوذ برب الناس كتعرف بمن استعذت. أما الذي لا يجد في قراءة هاتين الصورتين وأمثالهما من الآيات لا يجد طمأنينة ولا أمنا في قلبه، فمعنى ذلك أنه جاهل بربه. فاللهم اجعلنا من الذين عرفوك حق المعرفة، اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا وصدقا، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا، ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من إلى الله عز وجل على كل حال، فإنك إن عرفته حقا عرفه. تعرف، مطلوب منك أن تتعرف على مولاك الذي تستجير به، لأنك إن عرفت قوته ومنعته وعزته جل وعلا، إن عرفت ذلك كله وجدت الأمن والسلام والراحة في قلبك. لأن لما تقول ديك الساعة قول أعوذ برب الفلق كتعرف بمن استعذت، قول أعوذ برب الناس كتعرف بمن استعذت. أما الذي لا يجد في قراءة هاتين الصورتين وأمثالهما من الآيات لا يجد طمأنينة ولا أمنا في قلبه، فمعنى ذلك أنه جاهل بربه. فاللهم اجعلنا من الذين عرفوك حق المعرفة، اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا وصدقا، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا، ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من التوابين،
واجعلنا من المتطهرين، وثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، سبحانك سبحانك، ثبت قلوبنا على دينك، وأنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، أنت النور سبحانك نور السماوات والأرض، فأنر قلوبنا وأنر حوالينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.